السلام عليكم ورحمة الله. عرض الرسول صلى الله عليه وسلم على وفد نصارى نجران الإسلام فقالوا: كنا مسلمين قبلكم. فأنكر الرسول صلى الله عليه وسلم قولهم، وبين لهم أن الإسلام أن تسلم لله وحده، ولكن النصارى لا يعبدون إلها واحدا بل ثلاث، فكان لابد أولا من معرفة الله. فكل شيء يترتب على معرفة الله وأسمائه وصفاته. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إن الله محيط علمه بالخلائق، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فهو وحده المطلع على كل كبير وصغير، جليل وحقير، قليل وكثير. وصدق سبحانه حين يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ومن وسع علمه كل شيء في الأرض والسماء، كيف له ألا يعلم ما يسره الإنسان وما يخفيه؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لا يكون. وإن تيقن المسلم من تلك الآية الكريمة ترقى من درجة الإسلام إلى الإيمان إلى الإحسان. سأل جبريل عليه الصلاة والسلام الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وجاءت شيء نكرة في سياق النفي لتفيد العموم، فلا يخفى على الله أي شيء. ومن أدرك معنى أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء لم يطرق بابه ويطرق باب غيره. ذاك هو الله الذي نعبده ونقصده ونتوكل عليه. جزاكم الله خيرا. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.